مثل ما كنا حكينا هذيك المرة هن ست اش وست ت، حنحكي عن اول شغلتين اللي هن هايبوفوليوميا والهايبوكسيا، اللي هن كتير شغلتين شائعين وكومن يعني عند المرضى اللي هن كوز لحتى يعملوا له ارست للمريض. بالهايبوفوليوميا مثل ما بنعرف نحن حكينا هذيك المرة انه هو مثل ما مكتوب عندكم loss of fluid volume in the circulatory system، يعني نحن كيف او انه هي السوائل اللي بنخسرها من جسمنا ومن جهاز الدوران اللي بجسمنا. قلنا نحن في كثير اسباب الواحد يخسر السوائل، منا اكيد الاوبيس بلاد لوس، عندنا قلت لكم انا اذا عندنا مثلا سيفير بيرن، اذا عندنا سيفير ديهايدريشن، بس اشياء سبب هو البلاد لوس. The most important intervention is to obtain IV access and administer IV fluids. فمثل ما اتفقنا انه اهم شغله نحن بنعملها عن مريض واصل الارست ونحن شاكين انه يكون عامل الارست مره الفلويد لوس بجسمه، انه نحط له IV as soon as possible ونجرب نعوض له السوائل اللي خسرانها، لحتى اذا نحن عم نشتغل فيه ارست ممكن يقلع معنا يضل مقلع. ويوز فلويد تشالنج تو ديترمين اذا الارست از ريليتد تو هايبوفوليوميا، فاذا نحن بس نعوض له سوائل للمريض وما يستجيب، بس عليه بنكون جربنا نحن وعرفنا انه سبب الارست اللي عنده ما طلع يمكن من سبب الفوليوم لوس اللي عنده. لما بيكون عندنا الكوز تبع الارست هو فوليوم لوس، لازم نحن نعوض الفوليوم او نعوض سالاين، نعوض ببلاد، نعوض باي في اللي شو ما يكون، لحتى نعوض الفوليوم لوس بقلب السيركيولاتوري سيستم. اذا عندنا نحن مريض على الطابق او مريض انتوبيتد بالاي سي يو، كيف فينا نعرف انه هذا المريض هايبوفوليوميك صار؟ اكيد نحن في عندنا كذا شغله ممكن نعرف فيها انه مريض هايبوفوليوميك، حتى لو ما كان عنده بلاد لوس، اذا كان سيفيرلي ديهايدريتد مثلا ممكن نعرف من وراء اليورين اوتبوت اللي عنده للمريض، صار في عنده ديكريز باليورين اوتبوت ممكن هذا يكون ساين لانه المريض صار عنده فوليوم ديبليشن، او اذا المريض صار هايبوتنسيف، او اذا المريض صار تاكيكارديا. هلا هدول الساينز اللي عم بحكي عنهم انا هن اكيد تدريجيا ببلشوا. اول ساين بيبين عند المريض اللي هو نحن ما كلنا بنعرفه او ما كلنا بننتبه له، هو الديفرنس بين السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر. نحن بنعرف انه عندنا نحن شيء اسمه سيستوليك بلاد بريشر وشيء اسمه دايستوليك بلاد بريشر. فرضا المريض ضغطه عندنا 12 على 8، فاول ساين بدنا انه المريض صار عنده فوليوم لوس او عنده بليدنج، حتى نقول مثلا اذا عنده المريض انتر ابدومينال بليد، عنده نزيف داخلي ونحن مش عارفينين، او عنده صار فوليوم لوس يعني عم بيخسر من السوائل اللي بجسمه، اول ساين بتبين عندنا هي فازن الديفرنس بين السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر بتقل. يعني اذا كان ضغطه 12 على 8 بصير 12 على 9 بصير 12 على 10، هيدي اول ساين. بعدين بيصير عنده المريض تاكيكارديا، بعدين بيصير عنده المريض هايبوتنشن، بعدين بيصير في عنده المريض ديكريز باليورين اوتبوت ليصير انيوريك، لبعدين اخر شيء ممكن يعملنا ارست. بالنسبه للهايبوفوليوميا نحن هلا بما يخص مرضى الكوفيد بيشنتس ما كثير سبب شيء، هو بس انه خليه يضلوا بالبال على طول انه اذا المريض عامل ديكريز باليورين اوتبوت او هايبوتنسيف بيضلوا ببالنا سبب انه ممكن يكون المريض بحاجه لسوائل وعم يخسر سوائل من جسمه، او هو بحاجه لسوائل اكثر. ثاني سبب هو الهايبوكسيا اللي كمان هو سبب كتير وارد هلا بالكوفيد بيشنتس، لانه كلهم عم بيعملوا انفلتريت على اللانجز، عم بيعملوا نمونيا، عم بيعملوا بي اي، وهدول كلهم اسباب لحتى يوطوا لنا من الكاباسيتي تبع اللانجز ويوطوا لنا من الاكسجينيشن، بيعملوا لنا هايبوكسيا على التيشو تبع الاورجان. فكيف نحن فينا نعرف انه المريض عامل عن جد هايبوكسيا وفرضا انه ما قادرين ناخذ له اي بي جيز، لانه هو الاي بي جيز هو الاكيوريت تيست لحتى نعرف اذا المريض عامل هايبوكسيا. اكيد في عندنا الكولد اكستريميتيز، اكيد في عندنا البلورش يعني المريض لما بيزرق، اكيد عندنا التاكيبنيا، اكيد عندنا ريسبيراتوري ديستريس، هودي كلهم بيدلونا انه المريض هايبوكسيك. يعني اذا كان عندنا مريض نحن محطوط على ريسبيريتور، كيف نعرف انه المريض هايبوكسيك؟ بده يتغير لونه، بده يصير اذا ما كان فول سيديتد تاكيبنيك بده يصير ان ديستريس، واذا كان فول سيديتد اكيد ما حيبين معنا، بس حيبين معنا انه عم يعمل ديكريز بالاس بي او 2. هدول الاسباب اللي كثار بيعملوا لنا هايبوكسيا هلا بنحكي عن شوي منهم، هن اسباب اكيد ريفرسبل. يعني اذا المريض عمل ارست من ورا هايبوكسيا وانت عالجت له المشكله اللي من وراء عمل هايبوكسيا، اكيد المريض حيقلع وحيضل مقلع. المشكل انه اذا صار عندنا مريض هايبوكسيك شو بدنا نعمل؟ اكيد بدنا نتاكد انه الاير واي عنده مفتوح، انه عم يقدر ياخذ بريثينج مزبوط، اذا كان انتوبيتد بدنا نتاكد انه الريسبيريتور شغاله، انه عليها اكسجين مزبوط، انه المريض ما عنده شيء عامل له حصر للروايه تبعه، مش عم يقدر يتنفس مزبوط، هودي كلهم بدنا نحلهم. مثل ما قلنا هدول كلهم ريفرسبل كوزز للهايبوكسيا. فاذا هايبوفوليوميا وهايبوكسيا هن اثنين كومن كوزز ليعملوا لنا
الرست عند المريض اكيد بالليت فيز، بس نهايتهم ريفرسبل كوزز، نهايتهم بينحلوا حتى ديورينج الرست. يعني اذا المريض عمل الرست وانت فت لعنده بلشت فيه تشتغل سي بي ار وانت عارفين انه السبب هو من الهايبوكسيا وقدرت تعوض له الاكسجين، اكيد المريض حيقلع وحيضل مقلع. واذا كان هايبوفوليميك وقدرت تعوض له الفوليوم لوس اللي عنده كمان حيقلع وحيضل مقلع. ثالث اتش معنا هي الهيدروجين اين اللي حكينا عنها، هي الاسيدوزز. بفتكر هذه حيكون لها توبيك لحاله، شيء خاصه بال اي بي جيز انتربريتيشن عن الاسيدوزس والالكالوزس وعن الالكترولايت ديستربنسز. فاذا هلا ما احكي رح نحكي عنها بشكل مفصل لانه لها محاضره هيدي اكيد ابار يعني لحالها. بس بشكل عام مثل ما اتفقنا نحن انه حيلا مريض بيكون صار له يمكن عنده ريسبيراتوري ديستريس او عنده سي او 2 ريتنشن او صار له فتره المريض اسيدوتك، حيعلى عنده مثل ما تحيو حيوطى عنده البايكار مثل ما اتفقنا. فنحن فينا اذا كنا متوقعين انه المريض يكون عامل الارست مرار الاسيدوز اللي عنده نقدر نعوض له بايكار بديورينج الارست. واكيد كلنا بتكون قاطع معنا لما بنكون عم نعمل الارست بقول للحكيم انه بليز اعطيني 2 بايكار للمريض، فاذا هذا البايكار نحن عم نعطيه لحتى نقدر نعدل شوي من الاسيدوز اللي هي كمان كومن كوز للارست. بس مثل ما اتفقنا انه حيكون لها محاضره مخصصه وان شاء الله حنحكي عنهم بالتفصيل شو انواع الميتابوليك اسيدوزز، ريسبيراتوري اسيدوزز والكالوزز كمان ميتابوليك وريسبيراتوري، وكيف البافرينج بيصير وكيف الجسم بيقدر يعدل وينظم حاله، شو هن الاورجنز المسؤولين عنهم وكيف نحن بنقدر نتدخل لحتى نساعد الجسم، وشو هن الالكترولايت ديستربنسز، وان شاء الله بنحكي عنهم بالتفصيل. رابع كوز كمان او خامس كوز صرنا هايبو والهايبركاليميا. كمان اكيد كلنا بنعرف انه الهايبوكاليميا والهايبركاليميا هن كوزز اللي عملوا لنا اريتميا، كومن كوزز لحتى يعملوا لنا اريتميا وحتى يعملوا لنا كمان كاردياك ارست، لانه يشتغلوا على السيلز تبع المسل تبع الهارت وبيعملوا لها كونتراكتيليتي وما عادش بيخلوها تعمل ريلاكسيشن، فهي كمان كوز مهم لحتى يعملوا لنا ارست. كيف فينا نحن نعرف انه المريض هايبركاليميك؟ اكيد بلا ما نعمل له الكترولايت اللي بدهم ساعه ليطلعوا، اكيد في عندنا نحن ساينز على الاي كي جي ممكن تقدر تساعدنا انه المريض يكون عنده هايبركاليميا من التي ويف اللي نحن بنسميها التولر تي ويف او الهايبر تي ويف لما بتكون عندنا تي كبيره، فهيدي ممكن تدلنا او البيك تي ويف فينا نقول كمان هيدي بتدلنا انه المريض عنده هايبركاليميا اللي هي كومن كوز ليعمل ارست اكثر من الهايبوكاليميا. اونتر برونتاز يعني الهايبوكاليميا مش انه ما بيعمل، بس هي الهايبركاليميا هي الاشياء اللي بتعمل الارست، هي الاشياء اللي بتاذينا واللي لازم نحن نتدخل كرمالها. اكيد احنا بحياتنا ما لازم نعطي بوتاسيوم اي في بوش، مثل ما بنعرف كثير بيقولوا انه لازم نقطعه اي في سلولي، يعني عاده نحن بنقطع 40 ماك اوفر 4 اورز اذا كان عندنا بريفيرال لاين وهاف تايم اذا كان عندنا سنترال لاين. يعني انا فيني مر 40 ماك بوتاسيوم اذا كان عندي سنترال لاين على ساعتين، بس مستحيل اقل من هيك وما فينا نعطيه بوش اكيد حتى لو المريض عامل ارست. الهايبوثيرميا اللي كنا حكينا عنها هذيك المره يعني ما لازم نستخف فيها بالمره، لانه مثل ما بتقروا هون محطوط بالسلايد انه حتى الميديكيشنز اللي بنعطيهم او حتى الريسسيتيشن اللي بنعملها او حتى الانترفنشنز اللي بنعملهم اذا كان المريض منه بحراره جسم دافيه ما حيستفيدوا حتى ما حيشتغلوا. يعني الميليو الوسط تبع تبع الجسم، يعني اذا اتفقنا انه مثلا الاوعيه الدمويه اذا كانت حرارتها تحت ال 35 او تحت ال 33 ما بتشتغل فيها ولا ماده دوائيه وما بيشتغل فيها الدم مزبوط، وحيكون كله السيستم غلط، يعني ما حيكون في عندنا ميتابوليزم مزبوط. فلازم نحن نعلي حراره الجسم حتى الجسم يشتغل، حتى اذا اعطينا دواء يقدر الجسم يتفاعل معه. فالهايبوثيرميا هي سبب كثير شائع لحتى المريض اللي عامل الرست ما يرجع يقلع مره ثانيه. فمشان هيك كثير بيقولوا لنا كثير مهم كثير مهم دفوا المريض، يعني اذا مريض بارد بدنا ندفيه نحن وعم نعمل له الرست، بندفيه بنعمل له وورمينج بورمر بنغطيه منيح بنحط له الاي بي تبعه يكون دافي وبنقطع له اياه. فلازم نحن كثير مهم انه نكون عم نهتم بتدفئة المريض نحن عم نعمله ريسسيتيشن لحتى نتجنب انه ما يرجع يقلع المريض من ورا انه هو بارد. اول شيء بدنا نحكي عنها هي التوكسنز. ما حاحكي عنهم كلهم، يعني حاحكي عن كم وحده ممكن الشائعين هلا بسبب انه بمرضى الكوفيد ما كثير حنواجههم، يعني بس انه ممكن مثلا حنحكي عن شيء كومن مثل الدايجوكسن. الدايجوكسن هو انه مرضى نحن بنعطيه للمرضى اللي بيكون عندهم هارت فيلير او اللي بيكون في عندهم اريتمياز، وممكن الدايجوكسن مرات يعملنا مشاكل عند المرضى كمان ممكن يوصلونا لحتى يعملوا لنا الرست، يعني بيعملوا لنا اريتميا لحتى يعملوا لنا الرست. فنحن كمان كثير مهم نعرف انه اذا المريض بياخذ دايجوكسن وصار عنده اريتميا بلوك او صار عنده الرست يكون ببالنا انه هذا المريض ممكن يكون عامل شيء اسمه دايجوكسن توكسيسيتي ونقدر نساعده للمريض. كيف فينا نعرف انه المريض عامل دايجوكسن توكسيسيتي؟
اكيد بكون في عندنا نحن تي تشينجز، ممكن التي تصير ديبرست، يعني عندنا تي اس تي ديبرشن، او تي ويف انفرجن او فلاتن تي ويف بنسميها، يعني التي بتبطل عندي هذا الشيب اللي بيجي مثل الهضبه، بتصير فلاتنينج، يعني بتصير على مستوى واحد او بتقلب لتحت، اللي هي بنسميها نحن تي ويف انفرجن، او الاس تي كلها بتعمل ديبرشن بتنزل لتحت. في ساين اسمه سالفادور دالي ساجينج، هذا بيصير بالدايجلكسن توكسيستي، هو لما بصير في عندنا اس تي ديبرشن مع تي ويف انفرجن ذات الوقت، يعني توتال اس تي والتي لحالها بتكون اوطى كمان. واكيد بصير في عندنا كمان شيء اسمه كيو تي انترفال شورتنج، يعني بيوطى بتقصر المسافه بين الكيو وبين التي بتصغر، اوكي؟ يعني بدل ما تكون 0.12 ثانيه بتصغر، يعني 120 ملي سكند، فبتصير اقل من هالقد المسافه. فاذا الدايجوكسين توكسيستي هو كمان مثل ما اتفقنا سبب شايع، بنقدر نشوفه على الريتم تبع المونيتور تبع المريض. في عندنا كمان ساينس سيمبتومز ثانيين، بس انت مش حكي عنه كثير بالتفصيل لانه نحن حنحكي اكثر عن الكوفيد بيشنتس. ممكن يكون في عندنا كمان نحن انه بنستعمل كمان بالاي سي يو ادويه، في منا باز اوبيويد، فينا كمان مرات بنستعمل دورميكوم، مرات بنستعمل فنتانيل، مرات بنستعمل دورميكوم فبروبوفول. هذه الادويه كمان مرات اذا كنا عم نعطيهم دوز عاليه ممكن يعملوا توكسيسيتي، ان شاء الله بركي بعدين نقدر نحكي عنه محاضره لحالها لانه فيه كثير معلومات كمان. بالنسبه للتوكسنز فاذا اتفقنا بشكل عام حيلا، يعني اشيع او اغلب الانجريدينتس او الماتيريالز اللي بيعملوا توكسيسيتي بيكون لهم اغلب مشكلتهم اكيد بيكون لهم انتيدوت. في عنا ورقة فيها كل التوكسنز وكل الانتيدوت اللي قالوا، إن شاء الله بركي كمان منوزعها على الطوابق وعلى الستاف كرمال يخلوها مطرح قدامهم لحتى يتذكرون، كرمال صعب ينحفظوا فبضلهم هيك مقابلنا على طول. في أحكي هلا عندي شغلتين بدي أحكي عنهم شوي مفصل لأنه هدول كتير مهمين وكتير ممكن يصيروا معنا وفينا نتدخل عليهم بطريقة كتير بسيطة بننقذ حياة المريض. حكينا عنهم شوي هذيك المرة بريفلي، هلا حنحكي عنهم شوي موسع، اللي هن التومبونات والتنشن والموتوركس. مثل ما اتفقنا نحن انه حيالله مريض عندنا بيكون بالمستشفى انتيوبيتد او منه انتيوبيتد، بس عم بحكي اكثر عن الانتيوبيتد بيشنتس، نحن ممكن يكون في عندهم ممكن يصير في عندهم شيء اسمه تومبونات. تومبونات اتفقنا نحن انه عندنا المسل هارت عضله القلب عم بتعمل كونتراكتيليتي او عم بتنبض وحواليها غلاف عم يحميها او انه عم بيخليها محافظه على مطرحها وعلى على الحجم اللي هي عم تقلب. يعني عندنا عطوا نحن عضله القلب حواليها مثل بيت لها، اسمه هذا البيت بيريكارديوم. اوكي، فاذا عندنا بيريكارديوم من جوا عندنا من جوا كم مايوكارديوم ايه القلب وعندنا البيريكارديوم، مرة هدول بدنا نحكي عنه نحن غير المايوكارديوم اللي هو بقلب القلب. فاذا هيدي البيريكارديوم بيناتهم في شويه فلويد بيسمحوا على طول لانه يصير في انزلاق، يعني يصير لحتى ما يصير في احتكاك او حف بين القلب وبهذا الغشاء اللي له، بيكون في عندنا شويه فلويد. لسبب ما هذا الفلويد مرات بيزيد، يعني بصير تكثر المي بقلب البيريكارديوم بقلب عضله القلب، وهيدي المي كل ما زادت لانه ما في مطرح تنفس منه عم بتصير تحصر على القلب تحصر على القلب تحصر على القلب لحتى نوصل لمطرح نحن يصير القلب ما قادر بقى يضخ الدم لانه ما عم يعمل بقى كونتراكتيليتي مضبوطه. كيف فينا نحن نعرف انه هذا المريض عنده بيريكارديال، اذا عنده المريض تومبوناد اللي هو بيريكارديال افيوجن؟ في عندنا كذا ساين منهم، اكيد المريض اول شيء حيعمل هايبوتنشن لانه خفت الكونتراكتيفيتي تبع القلب، حيخف الفوليوم لود تبع القلب، يعني ما حيضخ دم مضبوط بكميه كافيه، فحيصير في عندنا هايبوتنشن. خلينا نتخيل نحن انه كل الاوعيه اللي عم بتصب على القلب، اذا القلب ما عادش عم بيقدر يطلع الكميه الكافيه من الدم، فالكميه اللي بقى توصل عليها كمان حتصير قليله. اوكي، يعني احنا عندنا غرفه معبايه، اذا ما عم بتفضي هيدي الغرفه كل الكميه ما عم بقدر اعبي بقلبها مره ثانيه انا كميه ثانيه، فالقلب محصور ما عم بيقدر يضخ كميه دم مضبوطه، فالدم اللي بده يصب عليه حيصير كمان محصور. مشان هيك بصير في عندنا ساين اسمه جي في دي اللي هو جاجرال فين ديستنشن، اللي احنا بنقدر بكل سهوله نلاقيه عند المريض انه بينفر عروق رقبته الجاجلر على الميلتين. فلما بنلاقي مريض عنده جي في دي او جاجرال فين ديستنشن مع هايبوتنشن لازم نفكر نحن بتامبونات او بتنشن وموتوركس. كيف فينا نحن نفرق بين تنشن وموتوركس وتامبونات؟ اكيد انه نعمل اوسكالتيشن، بس بمرضى
بمرضى الكوفيد نحن ما فينا نعمل هوسبيتاليزيشن، بس لازم يضلوا هدول الشغلتين ببالنا. اذا كان مريض على تيوب اكيد اهون بكثير، لانه لما بيصير في عنده تنشن نوموتوركس حيخف التايدل فوليوم اللي عم يقدر ياخذه المريض، يعني الهواء اللي عم يفوت على الرئه عم بخف، بس بالطومبونات ما بيتاثر هذا الشيء لانه الرئه ما لها مشكله. بس الشغلتين اللي مهمين اللي حيصيروا، حيصير عندنا هايبوتنشن وحيصير عندنا جي بي دي. فاذا جي بي دي لما عروق رقبته بينفخه حيصير في عنده هايبوتنشن المريض، لازم نحن نتوقع انه المريض ممكن يكون عمل طومبونات. الطومبونات اكيد بتشخص بايكو، يعني نحن فينا نعمل شيء اسمه ايكو فاست. عاده اذا واحد بده يشتغل مزبوط بده يكون في مكنه ايكو على طول بالاي سي يو او بالاي ار او بالمستشفى، تكون بورتبل يعني نقدر نحن نستعملها بوقت سريع. نعمل شيء اسمه ايكو فاست، بس نحط الايكو على الابيجاستريون يعني هون على منطقه راس المعده او على منطقه القلب، بنشوف هذا الفلويد اللي بين القلب والبريكارديوم. وكيف بنتخلص منه هذا؟ بدنا نعمل شيء اسمه اسبيريشن. الاسبيريشن بتصير اكيد الدكتور بده يعملها، انه بده يفوت بنيدل طويله 45 درجه من عند راس المعده تحت الستيرنوم هون باتجاه النبل 45 درجه، ويعمل اسبيريشن بذات الوقت. بس يوصلون اكيد حيسحبون لانه حيكون هن ياخذين مساحه، فبيوصلون وبيسحبون يخف التنشن عن القلب والمريض بيرتاح. بالنسبه للتنشن نوموتوركس، اتفقنا نحن هذيك المره انه لما المريض بيكون انتيوبيتد وعنده مشكل على اللانجز، يعني عنده التيشو تبع اللانجز صارين معسرين، فعم بتخف البرفيوجن تبع الاكسجين من اللانجز، فاجباري نحن حتى نقدر نساعد المريض بدنا نعلي البيب. نعلي البيب يعني عم نعلي البريشر، يعني عم نضغط الهواء بشكل اقوى على الرئه لحتى نقدر نعطي اكسجين اكثر للمريض. هذا الشيء ممكن نحن يسبب لنا شيء اسمه نوموتوركس بالاول، يعني كومبليكيشن بتصير نحن بنتوقع انه عند حيالله مريض انتوبيتد ممكن يصير نوموتوركس، خاصه اذا حطينا على هاي بيب. ممكن عند حيالله مريض ثاني حتى لو ما كان انتوبيتد يصير عنده نوموتوركس، مرات سبونتينيوس نوموتوركس، خاصه اذا مرضى بدخنوا، اذا مرضى عندهم سي او بي دي وانفيزيما، ممكن يعملوا شيء اسمه تنشن نوموتوركس. مرات على التروما يمكن مريض يوقع عن التخت يصير في عنده نوموتوركس. كيف نحن بنشخص النوموتوركس؟ إذا كان مريض فايق أكيد بده يشكي بالدسبنيا، ممكن نعمل له تشست اكس راي إذا كان بعده مش كثير تعبان ببين معنا النوموتوركس، بينما إذا مريض مش فايق أو انتيوبيتد كذا شغلة ممكن يساعدونا. الشغلتين اللي حكينا عنهم، أول شغلة رح يصير في عنده كمان جي بي دي ديستنشن. ليه حيصير في عندنا جي بي دي ديستنشن؟ لأنه الهواء اللي حيعبي حوالي الرية حيضغط الرية، وبس يضغط الرية هون اسمه نوموتوركس. تنشن نوموتوركس لما بيضغط على الرية اللي بيكون عامل فيها المشكلة، نحن بنعرف انه القفص الصدري والرية هيدي مفصولة عن هيدي الرية، يعني ما في شيء انكومن بيناتهم، يعني هاي الرية مفصولة لحالها بقفص صدري عن هيدي الرية. الشغلة الوحيدة بس اللي بتجمع بيناتهم هي التراكيا، يعني هي قصب الهوية بتودي هواء على الميلتين، بس كل ميلة عندها كاش تراسيك لحالها، يعني إذا هيدي الرية صار في مشكلة هيدي الرية ما بتتأثر بالأول. بس فرضا نحن عم نتخيل انه هيدي الرية صار في نوموتوركس عندنا هالميلة، فقعت بولة بقلب الرية أو انكسر عندنا شدول أو خزق الرية وصار يعبي هواء حوالي الرية، صارت تعمل كومبريشن، صارت تسكر الرية، وبعده الهواء عم يفوت على الصدر أو بعده الهواء عم بيطلع برات الرية، رح يبلش يزيح المدياستينوم. بس يبلش يزيح المدياستينوم، نحن بنعرف المدياستينوم في عندنا الميجر فيسلز، يعني عندنا الفينا كافا، السوبيريور فينا كافا، عندنا الانفيريور فينا كافا، عندنا الكاتر فان بلمونار اللي هن الرواية الأوعية اللي بيجوا من الرواية، فهودي كلهم بالمدياستينوم. فتخيلوا انتم هذا الهواء اللي صار عنده كمية هائلة، يعني عم تحكي انت بشي 3 4 5 لتر عم بيكبسوا بعضهم عم يزيدوا، فحيصيروا يضغطوا على المدياستينوم. لما ضغطوا على المدياستينوم ضغطوا على الميجر فيسلز اللي عم نحكي عنهم، فلما ضغطوا على الميجر فيسلز كمان حتصير قصة انه يفوت الدم ويمرق منه، حتصير شغلة شوي صعبة، وحيعملوا لنا جيفيدين. اكيد حيصير في عندنا هايبوتنشن من وراء هيدي البريشر اللي صارت على الميجر فيسلز. هون الفكرة انه اذا قدرنا نعمل اوسكالتيشن ما حنسمع هواء، بس لانه ما قادرين نعمل اوسكالتيشن حنعتمد انه اذا كان مريض انتيوبيتد حنجرب نركز ونطلع مضبوط، حنلاقي لما عم بياخد النفس المريض عم بيطلع صدره من ميله واحده بس. وفينا كمان اذا حطينا ايدنا على القفص الصدري تبعه نحس بارتجاجات على ميله ما عم بفوت هوا، بس الميله الثانيه ما عم نحس فيها بارتجاجات. اكيد كيف بدنا نحن نشخص؟ اذا كنا معنا شويه وقت اكيد فينا نعمل اكسير، اذا ما كان معنا وقت في عنا شيء اسمه نيدل ديكومبريشن. هذا الشيء منه نحن شيء هذا امرجنسي بنعمله حتى نساعد المريض قبل ما نحط الشاست تيوب، ومنه كمان بيساعدنا انه نشخص. نيدل ديكومبريشن بدنا نحن نحط، نجيب ابره جوج كبيره يعني ابره تكون تخينه، بدنا نحطها بين السكند والثيرد انتركوستال سبيس. وعلى طول يا شباب ركزوا، لما نحط نحن الشاست تيوب او اي شيء انترفنشن بدنا نعمله على الصدر، على طول عندنا الضلع عنده حفه من فوق وحفه من تحت، نحن بدنا نشتغل على طول على الحفه الفوقانيه، لانه الحفه من تحت بكون عاطفه فيها شيء اسمه فان، لان الفين والارتري والنيرف لحتى ما ناذيهم، على طول بنفوت نحن على الميل الفوقانيه من الضلع.
فلما بدنا نعمل دي نيدل ديكومبريشن منه لانه امرجنسي ومنه لانه يعني فرضا انا هلا نورس بالاي سي يو صار عندي تنشن وموتوركس وانا يعني شبه محقق انه تنشن وموتوركس والحكيم بده 5 دقائق او 10 دقائق ليفوت يلبس ما حتاذيه اذا ما ضر اذا يعني ما حنأذيه اذا ما فدنينا المريض فينا نجيب ابره جوج كبيره ونفوتها بالصدر يعني ندوس الضلع عمان عطول نحن عندنا الكلافيكول اللي هي تحت منا الضلع الاول احنا ما فينا ندوس الضلع الاول فعندنا الضلع الاول تحت منه دغري من قيس الضلع الثاني تحت الكلافيكول تحت منا الضلع الثالث بين الضلع الثاني والضلع الثالث اذا قدرنا ندوسهم منفوت بهيدي الابره الجوج كبيره بس على حافه الضلع من فوق يعني على حافه الضلع الثالث من فوق ومنفوت اذا سمعنا تنفيس يعني اكيد في هواء بقلب الصدر يعني عندنا نحن نوموتوركس واكيد لحتى نعالج التنشن نوموتوركس بدنا نحط شيء اسمه تشست تيوب فاذا بالتامبونات بدنا نعمل اسبيريشن للفلويد الموجودين بين القلب وبين البريكارديوم بالتنشن نوموتوركس اكيد لازم نعمل تشست تيوب اس سون اس بوسبل واثنيناتهم ريفرسبل كوزز لانه مجرد ما نحن خففنا الضغط على الرويه وعلى القلب المريض لو حتى كان عامل ارست حيرجع يقلع ان شاء الله بس بدي اقول شغله عن النوموثوراكس انتبهوا كثير بالكورونا اللانجز عم تكون كثير فرياب عم يعملوا سبونتينس نوموثوراكس سبونتينس نوموميدياستينم فبدي يكون عندنا نحن بدي يكون عندنا نحن احتمال انه بنوموثوراكس عند هول المرضى احتمالنا كثير عالي في اوقات نحن عم نضطر نلاقي مريضنا تعبان عم نحط له تشست تيوب اوقات يمكن ما يكون انديكيتد بس لأنه عم ننقصه عم نجرب ننقصه فما رح ننطر لأكس راي ولا رح ننطر شيء على الريسبيريتر رح يبين عنا أنه ما عم ياخد جود تايدل فوليوم وما عم ياخد البيك انسبيراتوري بريشر رح تكون كتير عالية شو يعني بيك؟ يعني البريشر بقلب اللونجز حتبين عنا على الريسبيريتر أنها كتير عالية والتايدل فوليوم ما في مطرح أصلاً تاخد اللونجز جود تايدل فوليوم فهولي من الباراميتر اللي راح يكونوا على الريسبيريتر راح تشوف الريسبيريتر عم بيزمر 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 فهولي مش حتكونوا كلكم فاميليار معه الا لتشوفوهم دكتورة رغم ما نشوف هولي بس انه حنشوفهم دكتورة عفوا بفهم منك انه هيدول الفيزيكال ساينز اللي كان عم يحكي عنهم بحاله الكوفيد 19 للبيشنت اللي على الميكانيكال فنتيليتر حنقدر من السيتنجز يبين عنا يعني قبل ما نحن نشوفه او شيء عم بيعمل مونيتورينج last things قادر هو من ال سوري بكل بساطه بكل بساطه صار تتذمر الريسبيريتور بيجي بتطلع ايه ليش هايد الفوليوم واطي في شيء اسمه بيك انسبيراتوري بريشر حكينا عنه ديك المره بالميتنج فانتوا مش ضروري تشوفوه بس حتشوفوا انه ليه ما عم ياخذ نفس ليه الريسبيريتور كثير عم بتذمر بدي اطلع فيهم حقيقكم وين بتطلع فيهم لانه التايدل التايدل بتدل على الفوليوم لللانجز صح دكتوره فلنوضح لهم اكثر ايه ما ايه في بريشر كثير عالي مثل قال الدكتور مثل قال الدكتور ما عم تقدر تاخذ الفوليوم اللازم ما اعطيت فوليوم ما اعطيت فوليوم لانه الماشين عندنا هولي السنسر عندهم عالي يعني اذا بريشر كثير عالي بقلب اللانجز ما بتعطي كل الفوليوم اللي نحن حاطينه فهولي كثير مهم بالكورونا كثير مهم نوموتوراكس ونوموميدياستينوم موجوده وموجوده فريكوينتلي بكل التكست بوكس بكل الارتكلز يا ربي وموجوده عندنا عم نشوفها كل ما عم بيكثروا المرضى كل ما عم نشوف حالات اكثر فاذا مثل ما اتفقنا انه حكينا عنه التامبوناد وتنشن نوموتوراكس شو بدنا نعمل بده بقى عندنا بس انه ترومبوزس اللي هن بيتقسموا لنوعين اللي بتصير باللونج اللي بنسميها نحن بي اي واللي بتصير على الهارت اللي نسميها نحن او ACLS الام اي يعني الميوكارديال انفاركشن او البي اي اللي بتصير باللونج عامه البي اي نحن بتعملنا مشكله لما بتكون ماسيف بي اي نحن بنعرف انه اساسا للبي اي هي دي في تي ديب فين ترومبوزس مثل ما قلنا هذيك المره انه الريسك عالي عند مرضى الكوفيد يصير في عندهم دي في تي اول شيء لانه الانفلاميشن بجسمهم عاليه اول شيء الفيروس بحد ذاته مثل ما قلنا لانه هن باد ريدن فهودي كلهم عم بيعم كوزز لحتى يعملوا لنا دي في تي، دي في تي مثل ما قلنا نحن هي جلطه بقلب الاوعيه او بقلب الاورده العميقه بقلب الفاسلز تبع الجسم وهيدي الجلطه او الترومبوزس ممكن تمشي واذا مشيت حتروح على الهارت والهارت حيضخها وحتروح يمكن على اللونج حتعملنا شيء اسمه بي او ماسف بي اي والماسف بي مثل ما انه انت نحن عندنا مثل شريان اساسي عم بيضخ دم على الريه وشوي احنا سكرناه لهذا الشريان فحنخسر كل هذه المنطقة اللي عم بغذيها هذا الشريان يمكن نص الريه يمكن ثلث الريه يمكن ثلاث ارباع ما بعرف قد ايه حسب الشريان المسكر هيدي كلها حنخسرها نحن ما حيوصل عليها بقى بيرفيوجن ما حنقدر بقى نعمل اوكسجينيشن معه فالبي اي هو سبب كثير شايع عند مرضى الريسبيريتورز او مرضى البادريدن انه يعملوا لهم ارست مثل ما قلنا الماسيف في اي
او هي البي بحد ذاتها بتعملنا ريسبيراتوري ديستريس، ونورا ريسبيراتوري ديستريس بصير عندنا ريسبيراتوري ارست، ومن بعد ما بصير عندنا كاردياك ارست. بس صراحه انه هو سبب بيقولوا انه هو ريفرسبل، بس هو صعب كثير. نحن يعني بدنا نعطي هون لودينج دوز انتي كواجيليشن عالي، يعني بدنا نجرب نعطي نحن نورمالي لوفينوكس اي في او نعطي هيبرين اي في او يم او اجراستات مرات كمان انتي بليتلت، وهات يمشي الحال هات ما يمشي الحال. بيبقى عندنا بعد كمان سبب هو الام اي. بدي لكم معلومه صغيره، لانه في عندنا نحن الباسلز بجسمنا مثلنا، يعني نحن مثل ما نحن بنكبر وبنختير هن كمان بيكبروا وبيختيروا. فالباسلز اللي عندنا كل ما يقطع الوقت عليهم بصير في عندنا شيء اسمه اتروسكلروز، يعني بصيروا الشرايين يختيروا يشدوا ويبسوا وبصيروا يضيقوا مع الوقت، فبصير البلاد سبلاي بقلبهم قليل، يعني بصير يخف المرور الدموي بقلبهم، فبصيروا يضطروا يعملوا شيء اسمه كولاترالز، يعني مثل انه يخلقوا اوعيه جديده او يخلفوا اوعيه جديده حوالين الوعاء لحتى يمرق دم للاورجانز وللتيشوز. من وراء هذه المعلومه احنا لازم نستنتج الشغله انه المريض الصغير بالعمر بيكونوا بعده شرايينه منيح، يعني ما عنده كولاترالز، بينما المريض الختيار اللي عمره 70 و80 سنه عنده كولاترالز. عرفنا هذه المعلومه، تعالوا نتخيل بقى نحن عندنا هذا الشريان عند المريض اللي عمره 40 سنه وجبنا ترومبوسس وكبيناها بقلبها سكرناه 100% مع شو صار ولا نقطه دم بقى على الهارت ماسلز، يعني على عضله القلب، ما في كولاترال. فالام اي اللي عملها المريض هون ما عاد شيء منه. خلينا نحكي هيك علميا، يعني انه كثير صعب مريض عمره 30 سنه او 40 سنه يعمل ارست من ورا ام اي يرجع يقلع، بينما المريض اللي بيكون عمره 70 سنه و80 سنه لما بيعمل ام اي هذا بيكون الشريان الاساسي اللي عنده صح سكر بترومبوزس، بس بيكون عنده كولاترالز. فاذا نحن بنعطيه هاي دوز مثلا انتي بليتلت مع هاي دوز انتي كواجيليشن ممكن هذا المريض يرجع يقلع. فنحن اذا نتوقع انه مريضنا الكوست تبع الارس تبعه او الكوست تبع الديتيريوريشن تبعه هو ام اي، فينا نحن نساعده بانه نعطيه لودينج دوز انتي بليتلت مع انتي كواجيليشن مع شيء للدهنيات كمان، يعني مثل شيء ستاتن ممكن يساعده نحن اذا اعطيناه اياه بشكل سريع وزمط منا يقلع بيضل مقلع. بينما مثل ما قلنا نحن عند المريض الشاب اليونجر اذا عمل بي اي او اذا عمل ام اي هذا حيكون يعني حيكون حظه شوي اسوأ وحيكون البروجنوزس عليه ابشع اكيد. فمثل ما اتفقنا ثرومبوزس هن نوعين، الام اي اللي هي بتصيب عضله القلب والبي اي اللي هي بتصيب الرويه. هدول دايركت كوزز فور ارست عم نحكي نحن. ممكن الثرومبوزس يطلعوا على البرين يعملوا لنا سي في اي، ممكن يروحوا على البطن يعملوا لنا ميزنتريك اسكيميا، ممكن يروحوا على اللمبس، بس هذول منهم دايركت كوزز ليعملوا لنا ارست. بينما اللي ام اي اذا عندنا بي اي سكر شريان قلب او على اللونج بي اي او دي دايركت كوزز فور ارست. بنكون نحن حكينا في اذان 6 اتش اللي هن هايبو فوليوميا، هايبوكسيا، الهيدروجين ايون، هايبو وهايبركاليميا وهايبوثيرميا، وعنا التيات، عنا التوكسنز، عنا التومبوناد، عنا التنشن نوموتوركس، عنا الثرومبوزس، البي هي البلانز، وعنا الثرومبوزس اللي بالام اي. وهيك بنكون حكينا عنهم. اذا حدا عنده اكيد اي سؤال بهذا الموضوع او اذا عنده اسئله بغير موضوع حابين نحكي فيه او اذا عنده تعليق نحن جاهزين. ايه هو مثلا مرضى الكورونا اكثر شيء عم بلاقيه عم يعملوا كدني انجوري او صح هلا هي 100% الكدني انجوري بتصير عند مرضى الكورونا لس لايكلي اكيد مش ورا الثرومبوزس. يعني الثرومبوزس انتم تخيلوا انه اذا عندنا ثرومبوزس نحن بالديب فين ما حيعملوا مشكل الا اذا مشيوا، بس يمشوا حيروحوا على القلب. بالقلب نحن بنعرف عندنا اثنين فانتريكلز، عندنا الرايت فانتريكل وعندنا الليفت فانتريكل، او في عندنا نحن الدوره الدمويه الصغرى والدوره الدمويه الكبرى. إذا راحت هذه الجلطة على هي حتوصل أكيد على الرايت فانتريكل بالأول إذا كانت بالإجرين، كبة الجسم حتروح دغري على اللونجز، فقليل ما تروح على مطرح تاني لأنه قديش بده يكون حظه الإنسان مش إنه هذه الجلطة ترجع تقدر تمرق وترجع على القلب، فكتير صعبة. فإجمالا كل الجلطات اللي بيصيروا بالديب فين حيطلعوا على الرايت فانتريكل وحيروحوا على اللونجز دغري حيعملوا لنا بي اي. بينما اذا المريض عنده ايفب او اذا عنده كلوتس باللفت هارت يعني باللفت اتريوم واللفت فانتريكل اشياء سبب له هو الايفب الاتريال فيبريليشن، هذا حيعمل لنا جلطات يروحوا على الجسم وعلى الراس، بيعملوا لنا سي في اي، بيعملوا لنا على الكيدنيز على اللمبس، فهن اجمالا حيكونوا عند مرضى الكوفيد اقل، فهن اشياء شيء يعملوا لنا بي اي ويعملوا لنا ام اي. بينما الكيدني انجري اللي بتصير عند مرضى الكوفيد سببها الديهايدريشن هو اول كوز اكيد، الهايبوتنشن هو ثاني كوز، الاسيدوزز هو ثالث كوز،
الالكترولايت ديستربنسز، او دي كلهم. اذا نشف الجسم من المي بيعملنا كدني انجري، اذا المريض وطي ضغطه بيعملنا كدني انجري، اذا المريض عنده الالكترولايت ديستربنسز بيعملنا كدني انجري. هو ثلاث اسباب هني اشيع شيء، وغير انه ما المريض يكون عنده هو مشاكل ثانيه مثل السكري والضغط، هدول لحالهم بيعملوا لنا مشاكل على الكلى. رايكم انتم تراقبوا اكثريه المرضى اللي بيعملوا كدني انجري، راقبوهم بيكونوا هايبوتنسيف وهايبوفولمك. مريم، نحن اول ما بلشنا ناخذ فحص البي سي ار كانت النتيجه تطلع ديتكتد ونون ديتكتد. هلا عم يطلع في نمبرز ديتكتد وفي نمبرز، هيدول شو؟ ما بعرف شو هن هيدول، في حدا يفسرنا اياهم شو هن؟ دكتور علي هن في نمبر اكثر عن السي تي، هي بتكون سي تي قصدك ولا النمبر للبي سي ار اللي بيكون يا 30 يا 15 17؟ هو هذا السي تي مريم، هو اسمه هذا السي تي. اوكي، هذا النمبر اللي بقلب البي سي ار. اوكي، نمبر للفيرال لود. هذا نحن بنقدر من وراء صح، هذا بنقدر نحن نعرف من وراء تقريبا باي مرحله نحن. صح. عاده نحن في عندنا ليميت، عندنا بالمستشفى بفتكر يمكن ال 35 وفي مختبرات لل 40. هلا حسب ما كانت عم بتقلنا روزانيا انه كل ما قرب لل 30، يعني مثل ما عم بقول 30 50 كل ما كان اعلى، كل ما كان اعلى يعني الفيروس اعلى. صح، كل ما كان النشاط تبع الفيروس بجسمنا اكثر، كل ما سي تي نمبر بيكون اوطى. يعني كل ما كان الرقم اوطى، يعني اذا مثلا 15 او 20، يعني احنا بنعرف المرض مش قصة بدايته ولا اخر، يمكن يكون بدايته، بس نحن بنعرف انه المرض يعني قمة نشاطه وقمة العدوى. يعني هذا بهالفترة المريض اكثر شيء عنده الفيروس نشط بجسمه، واكثر مرحلة ممكن يعدي فيها. كل ما طلعنا طلوع، كل ما يعني الفيروس يزود. الاكسبوجر دكتور، ما خص الاكسبوجر ليفل، يعني هي كانت هو عم بقول لك شو. لا ما خص، مش قصة انه ايمتى تعرضنا او كيف تعرضنا او انه باي وقت، خص الفيرال لود وخص التفاعل تبعه بجسمنا، يعني قديش هلا الفيروس نشيط بجسمنا. اوكي، فكل ما يكون الرقم اوطى، يعني الفيروس هلا عم متفاعل اكثر ومنعدي اكثر، كل ما الرقم يعلى اكثر، كل ما يوصل ل 30 35، يعني الفيرال لود صار بجسمنا اخف وصرنا نحن انه نعدي اكيد احتمال اقل بكثير. طب انا عندي سؤال كمان، عمران عم يضل بوزيتيف لمده شهر، هيدا بيعدي؟ ما بيهم، لا اكيد ما بيعدي. السي دي سي ودبليو اتش او بيقولوا انه المريض اللي بيكون كوفيد بوزيتيف اذا عمل سيمبتومز، عمل بي سي ار طلع بوزيتيف، عنده حراره سعله وجع بطن اسهال، راحت الحراره، ما عادش عمل حراره، عاد يوم اثنين ثلاثه بلا حراره وسيمبتومز امبروفينج، يعني عم بخفوا، لا مش راحوا الاعراض، عم بخفوا الاعراض، يعني خفت مثلا السعله وخفت خف وجع البطن اسهال، وصار لي ثلاث ايام بلا حراره، انا صار فيني اقطع كارنتين واطلع كمل حياتي عادي. بينما المريض اذا بوزيتيف واسيمبتوماتيك من النهار اللي بيعمل فيه الفحص طلع بوزيتيف، بعد 10 ايام وبيطلع، حتى لو ما في داعي بقى يعيدوا للفحص. والمريض انه بوزيتيف، بس المريض المخالط من يوم اللي بيخالط فيه مريض بوزيتيف، او من يوم اللي بيعرف انه خالط فيه مريض بوزيتيف، بده يحجر 14 يوم وبيطلع، ما في داعي يعمل بي سي ار. فاذا المرضى الكوفيد نوعين، يا سيمبتوماتيك يا اي سيمبتوماتيك. السيمبتوماتيك بده ينطر انه ما عادش عامل حراره وخفوا اعراضه ثلاث ايام بيطلع، والمريض الاي سيمبتوماتيك يعني ما عنده اعراض من النهار اللي بيعمل فيه البي سي ار بيطلع بوزيتيف، بعد 10 ايام اذا ما عامل اعراض بالمره بيطلع. تمام، شكرا دكتور على المعلومه. حدا عنده اي شيء ثاني صبايا وشباب؟ انا مريم. ايه تفضلي زينب، تفضلي. بالعكس نحن بننبسط بمشاركتك، يعني كلنا بنحب نسمع المشاركات والتفاعل. تفضل. شكرا مريم. اخر دراسه شو بتقول هلا؟ اللي انصاب بكوفيد 19 بيرجع بينصاب مره ثانيه ولا لا؟ انا عم بسمع انا اراء متناقضه، شي بيقول انه ايه بينصاب، شي بيقول لا ما بينصاب. لا ما في هذا، ما في اراء متناقضه، نحن على طول بنعتمد على الدبليو اتش او سي دي سي، يعني على منظمه الصحه العالميه وعلى لجنه مكافحه الاوبئه او لجنه الامراض الجرثوميه. كلهم بعضهم هني عند قرار واحد، انه لهلا الشيء الوحيد اللي متاكدين منه انه مرضى الكوفيد اللي بينصابوا بيعملوا اميونيتي لثلاث شهور. لهدول المينيموم. في عندك شيء بسموه كيس ريبورت، يعني على طول في شيء شواذ. من ورا من بين هدول ال 25 مليون اللي انصابوا وصحوا، في عندك شيء 50 رجعوا انصابوا مره ثانيه، بس هيدي مش رول، هي مش قاعده، هي شواذ.
ليش عاودوا يرجعوا انصابوا؟ يمكن لانه بعده كان الفيروس باسمه مش كيورد صار يعني ما صحوا على الاخر، او لانه مناعتهم ضعيفه هن اصلا او ما بعرف شو. بس القاعده الاساسيه بتقول انه هيلا مريض كوفيد بينصاب وبيصح، بس بشرط انه يعمل سيمبتومز، اللي اي سيمبتوماتيك هذا يمكن مرات ما يعمل جسمه اميونيتي، بس اللي بينصاب وبيعمل اعراض او اللي بيطلع بي سي ار بوزيتيف. دكتور يعني اللي ما بيعمل سيمبتومز ساينو سيمبتومز بالكوفيد هيدا ما بيكون مناعه؟ هيدا مناعته بتكون مشكوك فيها او مناعته خفيفه كتير، بس اللي بيعمل اعراض حتى لو انه بس نازل كونجستشن او لوس اوف سمال او لوس اوف تيستينج او سحله خفيفه، حيلا اعراض خفيفه مو بيعمل اعراض. يعني صار في عنا انفلاماتوري بروسس بجسمه وصار في عنا معركه بين الاميونيتي سيستم والفيروس انتي بودي وانتيجين، صح، هذا حيعمل مناعه مينيموم 3 شهور اب تو 2 ييرز. يعني في دراسات عم بتقول انه بيضل المناعه على سنتين، بس ما فيهم بعد يثبتوها لانه ما صار لنا سنتين، بس المينيموم قالوا 3 شهور. اغلبيه الدراسات عم تقول بعد 6 شهور، وفي منهم عم بيقولوا يمكن لسنتين تضل. مثل الانفلونزا نحن بس ناخذ طعم لها بتضل من سنه لسنه، بس هي بتضل سنتين فعليا، بس انا كل سنه بنرجع بنعيده للطعم لانه بيطلع سبيشيز جديد. صح، بيطلع سبيشيز جديد وبيعملوا ميتيشن. بس اجمالا كرمال هيك لبعدين ان شاء الله هيك حتصير خبريه انه هي مناعه الكوفيد حتصير مينيموم 6 شهور لسنه، هيك مفروض. تمام. حدا عنده اي سؤال بعد من الصبايا والشباب؟ انا بس تفضل يا حسين. بالنسبة للبلازما اللي عم نعطيها، يعني أوقات من ضل حطين إيدنا على قلبنا لحتى تمرق أربع خمس ساعات، لأنه تحس رياكشن تبعها عم تكون كبير قوية أوقات، وفي دكاترة عم يقولوا إنه رياكشن تبعها عم تكون كتير ضئيل. يعني ما في دراسات بتقول إنه في رياكشن على بلازما، وعم نلاقي أوقات العكس نتيسات وكونجستشن كتير وفي فير، واوقات المريض يعني اوقات في مرضى بنعطيهم بلازما نجي تاني يوم نلاقيهم تومور. يعني لا مش لهالدرجه يا حسون. ليك شو خبرية البلازما، نحن نعرف هيك اللي عم تحكوا انتم اشي هيك نستفيد. الدم بجسمنا مقسوم لقسمين، السائل والاشياء السوليد، يعني البلازما، وفي عندنا من ميل تاني ار بي سي بليتلتس وايت بي سي، صح؟ صح هيك صح. وفاذا بقلب الفاسلز نحن عندنا البلازما اللي هي المي، وعم بيتصبحوا بقلبها ار بي سيز، وعم بيتصبحوا بقلبها وايت بي سيز، وعم بيتصبحوا بقلبها بليتلتس والكوجوليشن فاكتورز والخبريات. فهي البلازما 55% والسوليدز 45%، ولازم هدول يضلوا على طول. في شيء عندنا اسمه اوزمولاريتي واوزمولاريتي، يعني هدول لازم يضلوا على طول متوازيين، او لازم تضل على طول ثابته هيدي الخبريه. ما في يكون الضغط بقلب الوعاء غير الضغط برات الوعاء، لازم يضلوا على طول ايكوال قد بعضهم. حيلا مشكل بصير بمطرح منهم الثاني بده يعدله. يعني اذا انا كان عندي مي بقلب الوعاء او بقلب الشريان اكثر، المي هيدي بتطلع لبرا لحتى يعدلوا بعضهم، واذا المي بقلب الشريان اقل بده يسحب مي على قلب الشريان لحتى يعدلوا بعضهم. واضحه الفكره لهون؟ تمام واضح. تمام. نحن جينا عم نعطي بلازما للمريض اللي هو مي، عم نعطيها على فتره قد على فتره نص ساعه، صح؟ هيدي نحن بدنا منها كلها للبلازما انتي بوديز، يعني هي ما في بقلبها ولا ار بي سيز ولا وايت بي سيز ولا بليتس، في بقلبها بس هالمي وبقلبها الانتي بوديز، لحتى الجسم نساعده انه يقدر يحارب الفيروس ليكون شكل مناعته هو. طب نحن جينا هدول الميات اللي هن بيطلعوا لنا شي 200 سي سي او 300 سي سي، كبيناهم بقلب الفاسلز بهالفتره القليله النص ساعه. شغلتين بدهم يصيروا ممكن يضايقوا لنا المريض، وهن عم بيصيروا فريكوينت مش كثير بس ملاحظين، يعني انه من كل 10 مرضى فيك تقول 2 او 3 عم بيتعبوا من وراها. ليه؟ لانه هدول الاوعيه لما بتكب بقلبهم مي زياده، انت المحيط اللي برات الاوعيه عم بيحس انه في شيء غلط، فعم بيضطر يسحب مي من قلب الاوعيه لبرا لحتى يعدل. وين عم بيسحبهم؟ على الثيرد سبيس، يعني في عندك انت انترافاسكولار واكسترافاسكولار وثيرد سبيس. ومسابق انه لما عم بيسحبهم على الاوعيه اللي برات على السبيس اللي برات الاوعيه عم بيعبيهم مي، ومنهم اللونجز الرواية. فلما انت بتكون عم تسحب مي من برات الوعاء من قلب الفسل لبرا على اللونج، حتعمل شيء اسمه شو؟ اندايركت، يعني بلورال افيوجن. مش بلورال افيوجن، فينا نعتبر نحن انه بلورال كونجستشن او لونج كونجستشن، يعني انت بعدك ما وصلت للافيوجن بس عملت لونج كونجستشن، يعني انت عبيت الرواية مي، هذا الشيء حيتعب لك نفسك. والسبب الثاني هو الرياكشن، انت عم تفوت جسم غريب على جسمك،
فهذا الجسم حيتفاعل وحيتكركب وحيقول انه في شيء غير يفات على جسمي فانا بتفاعل وبتكركب معه. هذا كمان حيعمل لك شيء اسمه انفلاماتوري بروسس غير الالرجي. الالرجي صار شيء ثاني هنيك انت فتت بمشكل. بس هذول الشغلتين اللي عم بيصيروا نحن لازم ننتبه لهم، الانفلاماتوري بروسس والاسترا فاسكولار اكسس تبع الوتر حيعملوا لنا شيء اسمه نحن لونج كونجستشن وانفلاماتوري بروسس. فنحن شغلتين لازم نعملهم، نعطي ليزكس لحتى نريح المريض ونعطي شيء كورتيزون سولينيدرول او سوليكورتاف، وهدول اللي عم بيصيروا قبل ما نعطي بلازما بنمرق للمريض سوليكورتاف وبعد ما نعطي بلازما بنعطي للمريض ليزكس. حيتعبوا بالفتره اللي عم بيقطع فيها البلازما وبعد ما تخلص شيء نص ساعه ساعه بنساعده نحن بالاكسجين سبلاي وبنساعده بالليزكس وبيمشي حاله ان شاء الله. بس بدي انا اسالك النازل كانيولا الهاي فلو اوكي نحن باي كيس بنعطيها؟ لانه نحن ما صار لزمان هاي، او يعني انا اول مره كنت بشوفها بالاي ار ولا مره كنت هاي فلو. الكانيولا هي اخر 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 شيء بنقدر نستعمله نحن قبل الباي باب. يعني اول شيء نحن بنبلش بنازل كانيولا عاديه، بعدين فيس ماسك، بعدين نون ريبريذر. يعني نحن نازل كانيولا نستعمل من 2 ل 3 لتر معروفه هلا. فيس ماسك فينا نطلع لحد ال 10 لتر، نون ريبريذر فينا نطلع لحد ال 15 لتر، الهاي فلو نازل كانيولا فينا نطلع فيها لحنا ل 60 لتر بالدقيقه اكسجين. بس انا بحس يعني عم حسب ما عم شوف عم حس ان النون ريبريذر عم يرتاحوا اكثر من هيدا. لا مش مزبوط، هذا اللي عم شوفه في منهم هيك بتصيروا، بس هي الهاي فلو نازل كانيولا، الهاي فلو نازل كانيولا بتعطي اوكسجين ساتوريشن اكثر بكثير من الهاي فلو من النون ريبريذر. بس مشكلتها انه بتعمل هيوميديتي، يعني هي بتحط الاكسجين ببخار وبتفوته على الجسم، فممكن شوي يضايق منها المريض لانه شوي بتحرقه. بس هي احسن نون انفيزيف ممكن نستعمل نحن حتى نعوض اكسجين غير الباي باب. اكيد الباي باب نحن مش عم نستعملها لانه كثير بتعمل سبريد للفيروس، يعني هي لانه ممنوع نستعملها بوقت الكورونا، فعم تكون الهاي فلو نازل كانيولا الخيار الافضل للمريض قبل الانتوبيشن. ماشي اوكي نفسي انا. هو بالموضوع نحن عم نشوفه انه الهاي فلو نزل كانيولا المرضى عشان بيكون قد ستريس كثير وما عم يتحملوا قديش يعني عدسات وهيك، بحسهم ما عم ياخذوا نفس من المخير، يعني ضلوا مفتحينتهم حتى يعني ما عم يستفيدوا من الهواء اللي عم يفوت لجوا، ما عم يتنشروا لجوا قد ما النار بريزر اللي عم تعطيه. هي مش ضروري كتير نحن نقدر ناخذ، هي بتتفشن دفش لجوا، يعني هي بتتفشن دفش الهاي فلو نازل كانيولا لانه بكون الضغط فيها عالي. هي الفكره مثل ما قلت لكم انه هي لانه بتعطي اكسجين بكثافه عاليه، يعني بدل ما تعطي انت بالنون ريبريذر لحد ال 15 لتر على الساعه فيك تعطي انت بس لحد 15 لتر بالدقيقه اكسجين، الهاي فلو نازل كانيولا فيك تعطي فيها لحد ال 60 لتر اكسجين بالدقيقه، عشان هيك هي مفضله واحسن اذا المريض قادر يتحملها. أكثر شيء عم يضغط معنا المرضى سي او بي دي عم نعطيهم باي باب دايركت بعد النون ريبريزر، وعندنا تقريبا شيء ثلاثة هلا على باي باب نحن بالطابق. إذا باي باب بغرفة نيجاتيف بريشر أوكي، بس عادة نحن أنا بالطوارئ لأنه ما فينا كل المرضى نحطهم معنا كل نيجاتيف بريشر فما بنحطهم باي باب تحت. حكيم مرضى سي او بي دي نحن بنقدر نمرق لهم إياها للهاي فلو؟ المرضى السي او بي دي نحن بنحط لهم الباي باب مش كرمال الاكسجين العالي، الباي باب بتساعدهم انه حتى يوطوا السي او 2 مشان هيك نحن بنستعملهم باي باب. بس اذا مشكله اكسجين بس عند مرضى السي او بي دي فينا نستعملهم نحن عادي فيس ماسك او نون ريبريذر او يلا شيء ثاني. بس مشكلتهم لانه بيكون في عندهم سي او 2 ريتنشن، بيكون السي او 2 عالي، الباي باب بتساعدهم انه يتخلصوا من هذا السي او 2 العالي مشان هيك بنستعملها عندهم. اوكي يا اهلا وسهلا.